ما عندناش حاجة يعني، كل واحد عنده مشاكله وكل واحد عنده حياته وكلنا مشغولين في حياتنا وفي مشاكلنا وفي كل حاجة، ما عندناش حاجة نجتمع عليها. يعني بعد المباراة هنتكلم بقى، الأهلاوي أهلاوي والزملكاوي زملكاوي والإسماعيلاوي إسماعيلاوي، هنرجع نتكلم. لكن احنا دلوقتي 100% من الشعب أهلاوي زملكاوي إسماعيلاوي اتحاداوي إسماعيلاوي. امبارح كان معانا رمز من رموز كرة القدم المصرية كابتن علي أبو جريش، رمز الإسماعيلي، والنهارده هيبقى معانا رموز من أندية تانية، لأن هو هذا هو وقت التقارب، هو هذا هو وقت المساندة، هذا هو وقت الدعم، عفوا، هذا هو وقت اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ده. هل في مكان تاني أو وقت تاني نقدر نتفق نتلم فيه مع بعض؟ مفيش، بنلاقيش الحقيقة يعني. فعشان كده أنا بقول لحضراتكم يوم الجمعة القادم ما عندناش أي إمكانية غير لحاجة واحدة فقط، الفوز ده أو الهزيمة أو التعادل، دي حاجة بتاعت ربنا. أنا كلاعب في الملعب بعمل المجهود اللي عليا، وأنا كجمهور بعمل المجهود اللي عليا، بقف ورا فرقتي، بموت نفسي عشان فرقتي تكسب. وأديكم شفتوا من كام يوم جبنا لحضراتكم محافظات مصر كلها ممثلة في الاستاد، يعني كانك اللعيبه دول، انا كلمت معظم اللعيبه قلت لهم، بقول لهم زمايلنا واصدقائنا الصغيرين يعني، فقلت لهم مصر كلها هتكون في الاستاد، قالوا لي مصر كلها لان كل محافظات مصر ممثله، وتذكرتي كانت بتعمل كده قصده طبعا، ان كل محافظات مصر تبقى ممثله في الاستاد يوم الجمعه القادم الساعه 9:30 بالليل. هو ده اللي احنا عايزينه، النظرة اللي انا شايفها على كارلوس كيروش، النظرة اللي انا شايفها على كل اللاعبين. مش عايزين اللاعبين يطلعوا بره الجو اللي هم عايشين فيه، عايزين اللاعيبة دي تفضل تموت نفسها وتتعب. عايزين، انا نفسي محمد صلاح، بص وش محمد صلاح وضحكة محمد صلاح بتدي الامل للكثير، لل 103، مفيش حد ما بيحبش محمد صلاح اصله يعني، فال 103 مليون بيحبوه يعني. ممكن تقول ده ما بيحبش الاهلاويه ما بيحبوه مثلا، بس ده ما بيحصلش، لكن مثلا ممكن يحصل كده. لكن محمد صلاح ال 103 مليون بيحبوه، ال 103 مليون بيعتبروه مثل اعلى ليهم، ال 103 مليون ملاحظين وش محمد صلاح فايق ورايق،